وتبقى الأرق من اضطرابة النوم الأكثر شيوعا. الدليل هو ضيفنا ضيف ليلى الشوي اللي حضر معنا السي محمود بن الحسن مدير مهرجان مكناس لدراما التلفزيون. تماما حضر معنا ورئيس ومؤسس هذا المهرجان ويعاني من الأرق الله يحسن. مشكور جدا تلبية الدعوة صباحية الدزام. إذا غادي يهمك الأمر اليوم، غادي نتكلموا على الأرق من الجانب الطبي والعلمي، شنو تيعني وكيفاش نحاربوه؟ كثلث ساكنة ديال العالم، ما ماشي غير الأستاذ، يعني الثلث كيعاني من مشاكل ديال الأرق باختلافاتها. إذا رقم كبير، رقم مهول، كيعني الخطورة ديال هذا المشكل ديال الأرق. قبل ما نتكلموا على الأرق نحاولوا نتكلموا على النوم، لأن الأرق هو اضطراب في النوم. علاش هذا النوم وشنو كيشكل لنا؟ هو أولا وقبل كل شيء النوم كياخذ الثلث ديال الحياة ديالنا، كيقيس الثلث ديال الساكنة الأرق والثلث ديال وقتنا، يعني 8 على 24 ساعة كنعسوا باش كنستافدوا من فوائد النوم. النوم علاش كنعسوا؟ علاش كيخصنا نعسوا؟ لان كاين فوائد في خلال النوم. كاين كنشارجيو البطاريات، بحال مثلا التليفون ما يمكنلكش تخليه ديما خدام، لازم تشارجيه لانه كيخوى. فهذاك الثلث خص يعاود يشارجي الانسان البطاريات اللي تحرقوا اللي تقاسوا اثناء النهار. ملي تيكون الطفل صغير النوم كيصلح للنمو، لانه في خلال النوم كاين افرازات ديال الدماغ ديال الهرمون ديال النمو اللي هو لورمون دو كروسانس، اللي كيتفرز كثير عند الاطفال الصغار اثناء النوم، وحتى عند الكبار تتفرز، ولكن ماشي باش نكبروا وانما باش نصلحوا الاعطاب اللي طرات في الجسد ديالنا جسديا ونفسيا اثناء النهار. هذا يعني بان الناس اللي ما تينعسوش عندهم مشكل وخلل في الجسم ديالهم اوتوماتيكمون ملي غادي نقص نعاسنا او غيوقع فيه اضطراب في الجوده ديالو، اكيد غادي تقاسوا اضطرابات عضويه ونفسيه. اكيد كيكون افراز كما قلنا ديال هرمون النمو، كاين افراز ديال هرمون الميلاتونين، كاين افرازات قويه اثناء النوم اللي هي مهمه ان الجسد يستفد منها. فللاسف هذا المشكل ديال اضطرابات النوم اما في اول الليل، وهنا كيقدر الانسان يبقى مثلا حتى لجوج ثلاثه الصباح متعب وما قادرش ينعس، ما غيديه النعاس حتى لاخر الليل، فبالتالي الصباح ملي غيبغي يمشي لخدمته غيلقى راسو مخصوص نعاس، وغيبقى حاضي المكانه او كيشوف من بعيد شحال غادي يقدني باش نفيق، كيبدا يحسب. وهنا كتلقاهم ناس تطمع في جوج دقائق كتولي تحسب فيهم هذيك الغميضه، واتونسيون هنا كتدخل في حلقه مفرغه، خايف النعس، خايف ما نعش، اذا ما غنعش. عاده هادو الناس اللي تيكونوا شويه ديال التوتر فيهم، شويه القلق، كتلقاهم ناس بيرفيكسيونيست، ناس معقولين، ناس خدامين، ناس ريغورو، ناس كيكونوا شويه ديال القوه ديال شخصيتهم كتخليهم دائما حاضرين. فهادو الناس اللي كتلقاهم عندهم هذا المشكل ديالنا، وانه دائما حاضر، خصو يقضي، خصو تبعاه بعد اتعاب، دونك خصو يديرها. هذه الاضطراب ديال اول الليل. كاين الاضطراب ديال وسط الليل، كاين ناس ربات بيوت او ناس خدامين متعبين، من كثر التعب ديالهم غادي يطيح الطيحه الاولى كما تنقولوا بالدارجه، غينعس مباشره في الليل ملي غادي يهبط الريدو ديال العينين، غادي ينعس، الا انه غتفيقوا مع الجوج ثلاثه الارق اللي ما غيدومش ربع ساعه ولا 30 دقيقه كما كيوقع لنا طبيعيا، انما غيبقى هو جالس حاضر مكانه. واش يكون سبب باش يفيق في هذيك الوقت الليل؟ يكون سبب يعني شي واحد تيفيقوا ولا الراس خدام او الم عضوي. ما نساوش الالام العضويه، كاين الناس اللي كتعاني من الام المفاصل، الام متعدد التنفس. هنا كندخل الاسباب ديال الارق بشكل غير مباشر. الامهات اللي عندهم دي بيبي تيفيقوهم، هذيك الاسباب الخارجيه. الاسباب الخارجيه مثلا واحد الصداع في الحومه اللي ساكن فيها ناض مع الليل، هذا ما غاديش يقدر يرجع ينعس بسهوله، لانه دائما عنده كما كنقولوا الموتور خدام بزاف، فما كيلقاش سهوله باش يرجع ينعس. عضويا كاين واحد المشكل ديال المشكل التنفس، كنقولوا لابني دو سومي، كيعانيو منه الرجال اكثر من النساء. تيقدر يكون عندهم شويه ديال الخنقه في جهه الرقبه وتتخنق تتفيقوا ديك لابني دو سومي بشكل متكرر، ولكن هذه كتبقى كمان نسبه قليله بالنسبه للاسباب ديال الارق. اذا الاسباب العضويه واضحه، اي الم غيفيقني، حريق الضرسه غيفيقني وما نقدرش نعاود نرجع نعس، يعني هذه ببساطه. الالام النفسيه وهي اكثر ما كاين هما التوتر والقلق، قد تكون اسباب اخرى نفسيه بحال لا ديبرسيون، الاكتئاب الى غير ذلك، كلها ممكن تسبب في مشكل ديال الارق. نرجع
بسرعه بما اننا دوينا على الامومه خلال الحمل. المراه الحامل كتعاني من الام ديال من هذا المشكل ديال الارق، فبالتالي النساء كيقول لك انا بغيت نعس شي ليله ما كتقدرش تنعس ليله، وهنا سبب هرموني تقدر يوقع عند بعض النساء. كاين النساء اللي تنعسوا كثر من الجيوم العكس تماما، كيكونوا اسباب هرمونيه تقدر تسبب في اضطرابات في النوم في الاتجاهين، اما ارق اما كثرة النعاس لي بيرسومني. شنو هي الخطوره ديال ان التراكم ديال الانسومني شنو ممكن يدير في الشخص؟ الى تراكمت الانسومني ولات نوع من الارق المزمن، عرق المزمن يعني اكثر من 3 ليلات في الاسبوع على الاقل شهر او اكثر باستمرار، الشخص كيقدر يكون عنده مشكل في النعاس اول او وسط او اخر الليل. اذا كان هذا المشكل لي كونسيكونس العواقب ديالو صعيبه، لان كما قلنا في الاول البطاريات ما كتشارجيش مزيان، لا غد ليه راه غيبقى خدام لان النفس مخدماه لانه عنده واجبات خصو يقوم بهم، ولكن مع الزمن تنقص في التكوين ديال بزاف ديال الامور. اهم مشكل تقدر يطرى هو القلق اثناء النهار، كتلقى الناس اللي ما نعسينش لغد ليه كاين تعب، وهذاك التعب كيؤدي لواحد النوع من الاغيتابيليتي، تيحس الانسان براسو واحد فوالا نرفازه، ما كي هو كيتحكم فيها لان عنده قدره نفسيه، ولكن مع المده قد تغلب عليه وقد تعطي واحد العواقب يعني صعيبه. دكتوره سنقولوا بزاف في العاميه المغربيه بان نعاس النهار ما تعودش نهار نعاس الليل، صحيح ولا لا؟ تماما، نعاس النهار شكل ونعاس الليل شكل. شو الفرق؟ نعاس الليل خص واخا تكون العينين مغمضين، دايوغ من الوقايه اللي غنطرقوا لها في الحلقه الجايه ان شاء الله، الوقايه هو انه في غرفه النوم خص يكون الظلام، لان كاين دي ريسبتور لداخل في العين ماشي واخا نكونوا شادين عيننا اللي كيحسوا بهذاك الظلام، الظلام يعني تقريبا خص الليل يكون هبط مزيان، ملي كيهبط الليل كاين واحد البرمجه في الدماغ، في الصغر تكونت ما يسمى بالغلوج بيولوجيك، الساعه البيولوجيه ديال النوم، كتكون تكونت عند الرضيع تدريجيا ما بين الزياده حتى السنه سنتين، هذيك الغلوج اللي تكونت عندنا اللي ولات بيولوجيه تنحترموها تتحترم، فوالا. إذا احترمناها راه الدماغ راه تيحس بالليل وكيحس بالنهار، النهار ما تعودش الليل، إنما في النهار قد وما تنشارجيوش شويه هذيك البطاريه زعما قد هذا غادي نقولها لك، قد يكون ما بعد يعني مع ديك الزوال مع ديك 12 ما بين 12 ووحده تتكون واحد الهبوط في الحراره ديال الجسم، هذاك الهبوط في الحراره كيعطي واحد النوع ديال الرغبه في الارتخاء والرغبه في القيلوله، سواء كلينا سواء ما كليناش، حتى ولو نكونوا صايمين مثلا كتجي واحد الهبطه ملي كنهبط في الحراره ديال الذات راه كي نستعدوا للنوم، وما بين الامور اللي كتسهل هذاك الهبوط في الحراره في دايوغ هنا كنستعملوها في العلاج هي بعض الاعشاب طبيعيه مثلا لا كاموميلا، كاين دي بتيت بلان دي تيزان اللي كنستعملوها في اخر اليوم الحضر اللي كيرخي واحد شويه الذات باش كتحس الذات بواحد الهبوط خفيف في البروده في الحراره وكتستعد للنوم. واضح. نكملوا معك مازال المحور ديالنا ديال الارق في الحلقه المقبله معك دكتوره لبنى بوحه، لان فيه بزاف ما يتقال كيف ما قلتي، نتمنى ان الاستفاده عمات سائر المشاهدين والمشاهدات ديال صباحيه الدوزان. بقاو معنا غنستقبلوا كيف ما قلنا شخص يعني من الارق لكن هو ضيفنا والفنان ديالنا مدير مهرجان مكناس ضيف ليلى شوي فقره نجوم ونجوم.